حقيقة بعد صدور توجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم بخصوص تكييف الهيئة العليا للحج والعمرة بمهام وضع الآليات المناسبة لإدارة ملف تفويج الزيارة الأربعيني لهذا العام، حيث تم تشكيل لجان تطوعية من موظفي الهيئة وتوزيعهم على المحاور الرئيسية الرابطة بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وذلك للإشراف المباشر على عملية تفويج زائري الإمام الحسين عليه السلام، حيث خصص السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وهيئة الحج والعمرة قرابه 1000 باص للمشاركة في عملية تفويج الزائرين ذهابا وإيابا للتخفيف من الزخم الحاصل في مدينة كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة لها. تأتي المبادرة حقيقة بعد عدة مبادرات قامت بها الهيئة في العام الماضي في خدمة الزيارة الأربعينية، وكذلك بعد حصول الهيئة في الموسم الماضي على المرتبة الأولى بين بعثات حج الدول الإسلامية من حيث التنظيم وتقديم الخدمات.